كل يوم تظهر حقائق جديدة بخصوص تعامل ميليشيا الحوثي مع المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب اليمني، فبين سرقة واحتجاز حتى تفسد وعرقلة للمشاريع تضيع الملايين من الدولارات، ويزداد عدد المحتاجين من الشعب الواقع تحت وطأة الحرب منذ 5 أعوام. بعد أعوام من الصمت، باتت المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في اليمن ترفع صوتها للحديث عن تجاوزات جماعة الحوثي وسلوكها المعرقل للعمل الإنساني في اليمن. تقرير جديد كشف عن تلقي الحوثيين مساعدات سنوية موجهة للمؤسسات الحكومية والمنظمات التي تديرها الجماعة تقدر بنحو 400 مليون دولار، يرفض الحوثيون إخضاعها للرقابة من الجانب الأممي، وهو ما يعني ذهاب هذه الأموال لحسابات قادة الميليشيا ولدعم مجهودها الحربي ضد اليمنيين كما يقول البعض. وفي حين يستخدم الحوثيون الأزمة الإنسانية التي كانوا جزءا رئيسيا في صنعها لأغراضهم الخاصة، تظهر التقارير الأممية أنهم هم المستفيد الوحيد من هذه الأزمة، في حين يعاني ملايين اليمنيين. في وقت سابق كانت معظم المنظمات الأممية قد هددت بإيقاف برامجها في اليمن بسبب تدخل الحوثيين وفرضهم ضرائب على هذه المساعدات لمصلحة الجماعة، وفي حين تستمر هذه المشكلة دون حل، يظهر أن الجميع مسؤول عن بقاء ملايين اليمنيين في حالة احتياج ماسة للمساعدة في ظل استمرار الحرب. ميليشيا الحوثي بسرقة هذه المساعدات والمنظمات الدولية بصمتها طوال الأعوام الماضية وعدم اتخاذها أي إجراء يجرم الميليشيا والحكومة الشرعية بعجزها وفسادها. للنقاش سيكون معنا من جنيف الناشط الحقوقي البراء شيبان، وسينضم إلينا من بيروت الصحفي طالب الحسني. وأبدأ بالسؤال المشترك مع ضيفي من جنيف الأستاذ البراء شيبان ناشط الحقوقي. أهلا بك أستاذ البراء. أهلا وسهلا فيك وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أبدأ معك بالسؤال المشترك أستاذ البراء، إذن هناك سلسلة من الاتهامات من جانب المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني لميليشيا الحوثي بعرقلة وإعاقة أعمال الإغاثة. ما مصلحة ميليشيا الحوثي بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية؟ طبعا المصلحة واضحة. جماعة الحوثي استغلت الأزمة الإنسانية في اليمن، وخلال كل التقارير السابقة حتى التي سبقت التقرير الأخير لوكالة الأسوشيتد بريس، كانت هناك مؤشرات واضحة أن الجماعة استخدمت جزء كبير من المساعدات لصالح قيادة الميليشيات، وهذه المساعدات يعني قوضوها لصالح ما يعرف بالمجهود الحربي. فهم يتلقوا مساعدات من المفترض أن تذهب إلى المواطن اليمني الذي تعصف به الحرب والأزمة الإنسانية، ولكن تمكنت جماعة الحوثي أنها تحولها إلى وقود للحرب. فهذه هي المصلحة مباشرة، حتى ليست مصلحة غير مباشرة، يعني من استمرار معاناة المواطن اليمني. فكلما استمرت المعاناة معناتها أن ستكون هناك مساعدات أكثر، معناتها أنهم سيتم يعني السيطرة والسطو على هذه المساعدات بشكل أكبر. طيب الآن التقرير الأسوشيتد بريس هو ربما الذي أحدث هذه الضجة، إلى أي حد هذا التقرير مهم؟ هذا تقرير مهم للغاية. التقرير يتحدث بالتفاصيل، يتحدث عن شهادات من مسؤولين داخل منظمات الأمم المتحدة، يتحدث كذلك عن نهب ممنهج قامت به جماعة الحوثي، ويتحدث كذلك عن صمت وعدم إصلاح لكثير من الجوانب المالية قامت بها منظمات الأمم المتحدة. الوكالة الأسوشيتد بريس عندما قامت بهذا التقرير حصلت هناك ردة فعل كبيرة لدى المجتمع الدولي، استياء كبير من قبل المانحين تحديدا
تجاه الأمم المتحدة، بل أنني كنت شخصيا في أحد الاجتماعات وقال مسؤول كبير في 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 وزارة الخارجية الألمانية: لا يمكن لنا أن نقبل أن تذهب أموالنا لتمويل حرب جماعة الحوثيين. طيب الآن هذا التقرير هل سيشكل تأثير كبير ربما وستكون له تبعات تعمل على تغيير الأداء والتعامل سواء المنظمات الدولية أو الدول الراعية أو المجتمع الدولي مع موضوع المساعدات الإنسانية، أو ربما تكون تمر مرور كبير على سبيل التصريح الذي قاله المسؤول الألماني واستشهد به قبل قليل؟ هناك عدة احتمالات، لا نعلم إلى أين ستتجه، لكن هناك دراسة حقيقية لأول مرة تقوم بها الكثير من الهيئات الدولية تدرس مسألة إيقاف مسألة المساعدات ولو مؤقتا، وهذا سيؤثر أكيد بشكل كبير على الوضع الإنساني في اليمن. وللتوضيح، من السهل دائما أنك توقف البرنامج، المرحلة الأصعب هي عندما تريد استعادة البرنامج أو تريد إعادة إحياء وتمويل هذه البرامج، هنا ستكون المشكلة الكبيرة. لا نعلم إلى أين ستتجه الأمور، ولكن لأول مرة نرى أن هناك أزمة حقيقية داخل الأروقة الدولية ويدرس بشكل جدي مسألة توقيف المساعدات. طيب نرحب بضيفنا من بيروت الصحفي طالب الحسني ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ طالب. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيوفك. سأسألك السؤال المشترك وكنت قد سألته لضيفنا من جنيف الناشط الحقوقي البراء شيبان. أستاذ طالب، إذا الآن هناك سلسلة من الاتهامات موجهة من قبل المنظمات الدولية لميليشيا الحوثي، تتمحور هذه الاتهامات حول أن ميليشيا الحوثي اليوم تعرقل أعمال الإغاثة، ما مصلحة الحوثيين في عرقلة ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل البلاد؟ نعم، الحقيقة هنا السؤال الجوهري: ما مصلحة الحوثيين كما تقولون من عرقلة المساعدات؟ بل العكس، هناك تضرر كبير جدا من أن تعرقل المساعدات الأممية التي تصل إلى الكتلة السكانية الكبيرة التي تحكمها حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء. والحقيقة من حيث السؤال وحيث البحث، انه هل هناك مصلحة حقيقية لحكومة صنعاء وأنصار الله في أن تتوقف المساعدات؟ الحقيقة أبدا لا، بل سيكون هناك تضرر كبير جدا. المساعدات هي تخفف من العباءة الإنسانية، وبالتالي تخفف من الضغوط على حكومة الإنقاذ الوطني. المشكلة يا سيدي ليست عملية أن هناك اتهامات دائمة وموجهة، هذه اتهامات من قبل. المشكلة في آلية ما تقوم به الأمم المتحدة أو بعض المنظمات في اليمن. هناك عدة إشكاليات لعل البعض طرحها، ومن ضمنهم يعني طاووس وهو رئيس لجنة التنسيق الشؤون الإنسانية في العاصمة صنعاء، أنه هناك أكثر من مشكلة تتعلق بآلية العمل مع بعض منظمات الأمم المتحدة. على سبيل المثال، يعني الكثير من هذه المنظمات تريد أن تعمل بمفردها دون تنسيق من العاصمة صنعاء، دون تنسيق مع حكومة الإنقاذ الوطني، وهذا شيء لا يمكن القبول به. هناك اتهامات وجهت في عملية فساد حقيقية في بعض هذه الأنظمة، ليس فقط عملية أنها توزع أغذية فاسدة، وهذا أمر تكرر أكثر من مرة مثل ما كان عليه منظمة الغذاء العالمي، وعرضت حتى المواد التي تم يعني التي وزعت للمواطنين وهي فاسدة. هناك يعني خلل أكبر من هذا، أن هناك نفقات تشغيلية يعني تصل إلى 80% من المساعدات الممنوحة في اليمن يتم التلاعب بها من قبل هذه المنظمات، وأيضا توزع 20% فقط للمواطنين التي تقصدها.
فبالتالي كان هناك خلل كبير جدا في عمل هذه الآلية، من حيث أنها أولا لا تنسق ولا تريد أن تنسق مع العاصمة صنعاء، وهذا خلل جوهري كبير جدا يجب أن تراجعه كثير من المنظمات. الأمر الآخر العمل في أن هناك فساد، يعني وكشف بالأرقام، يعني 11 مليون في إحدى البرامج، 11 مليون نفقة تشغيلية من أصل يعني 9 مليون من أصل 11 مليون نفقات تشغيلية للعاملين على هذه المنظمات. يعني ما يصل إلى المواطن الحقيقة هو جزء يسير جدا من نشاط هذه المنظمات. هذه المنظمات جميل نراها أستاذ طالب، أنت يعني يعني ذكرت تتحدث بالأرقام. وتتسول باسم اليمن في المنظمات أنت الدولية، الآن ربما ولكن فتحت لنا الكثير الحقيقة من المحاور للنقاش باستشهادك بالأرقام، سنتناقش فيها مع ضيفنا أيضا من جنيف الأستاذ البراء شيبان. أستاذ البراء، إذا لا مصلحة للحوثيين كما يقول الأستاذ طالب الحسني بعرقلة العمل الإنساني، لأنه كتلة سكانية كبيرة تقع تحت سيطرتهم ستتضرر وسيشكل عليهم ضغط، إلى أي حد أنت مقتنع بهذا الطرح والرأي الذي طرحه الأستاذ طالب الحسني، وأيضا الملاحظات المطروحة على أداء المنظمات الدولية أنها تمارس الفساد، أنها لا رغبة لديها في التنسيق، أن 80% من الميزانية تذهب لنفقات تشغيلية؟ يعني هي مراجعة بسيطة، متى نسمع جماعة الحوثي تتحدث عن الفساد؟ عندما تظهر مثل هذه الاتهامات، يعني لا يتحدثوا أن هناك فساد وأن هناك مشاكل وأنهم يوزعوا مواد غذائية فاسدة والتي يظهروها على وسائل الإعلام، إلا عندما تبدأ توجه الاتهامات بعرقلة المساعدات الإنسانية. ثم ما هي مصلحتهم؟ هؤلاء ينهبوا المساعدات، هذه النمشه الذي يسميها لجنه التنسيق الاغاثه الانسانيه داخل صنعاء، هذه اكبر عمليه نهب ممنهج تقوم بها اي سلطه على وجه الارض. لا تقوم اي سلطه بفرض رسوم مبلغ 2% على المساعدات الانسانيه الا جماعه الحوثي. المنظمات الغذاء العالمية تحدثت في أكثر من مرة حول نهب ممنهج قامت به جماعة الحوثي، وخليني يعني لا تأخذها من كلامي، يعني أخو عبد الملك الحوثي يحيى بدر الدين الحوثي يتحدث أنهم نهبوا مخزن الغذاء العالمي الذي موجود داخل محافظة حجة، نهبوا مخزن تابع لمنظمة الغذاء العالمي وأرادوا توزيعه للميليشيات التابعة لهم. ما هو الاستفادة؟ الاستفادة أنهم ينهبوها ويوزعوها للموالين الجماعة. كلنا لدينا أهل في صنعاء، نحن نعلم تماما ما الذي يحدث، ولدينا أهل داخل محافظة حجة وبقية المحافظات. هؤلاء يعني يحولوا المساعدات الإنسانية لصالح الموالين لهم، وإذا أردت أن تستفيد يجب أن يكون لديك شخص مقرب من الجماعة أو من المشرفين الحوثيين، أو لديك أفراد من أسرتك يذهبوا للقتال مع جماعة الحوثي. هذا أسوأ استغلال لأزمة إنسانية من أي سلطة على وجه الأرض، في خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها اليمن. أستاذ طالب الحسني، إذن أسوأ استغلال من قبل جماعة الحوثيين للأزمة الإنسانية الحاصلة في اليمن. الجماعة الحوثي لم تكتفي بأنها هي من تسببت بهذا الحرب، بل هي تمضي نحو الأسوأ الآن بحرمانها من وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتستغل معاناة الناس كما يقول الأستاذ البراء شيبان، ويتفق معه الكثيرون في هذا الطرح. ومع كل ذلك ما زالت ترفع شعارات أنها تدافع عن اليمنيين وعن حقهم وتحارب الفساد. سلوك متناقض يبدو، ويبدو أيضا أن هناك خلافات داخل الجماعة. ما تفسيرك لتصريحات يحيى بدر الدين الحوثي؟ من السهل أن يكيل البراء وغيره الكثير من الاتهامات، ولكن هناك تناقض كبير جدا وعجيب جدا. لماذا؟ لأن المنظمات الإنسانية هي ترفض حتى الآن أن 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 يقوم موظفين تابعين للعاصمة صنعاء بالعمل معها. هذه جوهر المشكلة، وليست أنه هم ينهبون. المشكلة الآن أنه المنظمات لا تسمح، حتى لجنة شؤون الإنسان الذي يتهمها بالفساد والذي يتهمها أن أسوأ منظمة فساد، هي لا تستلم أصلا، لا تعمل مع الأمم المتحدة، هي فقط إشرافية، لا يصل إلى يديها أي شيء، حتى المخازن تحت إشراف هذه المنظمات.
ما تستنكره العاصمة صنعاء هو العبث، ما تستنكره أن هذه المنظمات تقوم بعمل إفساد أكثر وأخطر، يعني حتى أمني. طيب إذا يعني كانت المنظمات تشرف على هذه المخازن، من الذي يقوم بنهبها أستاذ طالب؟ إذا كانت المنظمات الدولية هي من تشرف، ما الذي يقوم بنهب هذه المخازن؟ اتهامات، هذه اتهامات يحيى بدر. طيب أنت تشكك بكلام البراء شيبان، ماذا عن كلام يحيى بدر الدين الحوثي؟ هو تم طيب أنت تشكك بكلام البراء شيبان، ماذا عن تصريحات يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم؟ تصريحات السيد يحيى بدر الدين الحوثي، تصريحات السيد يحيى بدر الدين الحوثي تم التلاعب بها، ولم يكن يقصد المنظمات الأممية، ولم يكن يقصد أي عملية نهب. كل المنظمات التي تعمل في اليمن وتقوم بالإشراف، معظم وطاقم الموظفين تشرف عليهم الأمم المتحدة وهذه المنظمات، وهذا جوهر الإشكالية معها. جوهر الإشكالية مع هذه المنظمات أنها لا تريد أن تمنح العاصمة صنعاء دورا عمليا في عملية التوزيع، في عملية هناك دور إشرافي، هناك دور رقابي، هناك دور، ولهذا يتم التعاطي بتوجيه اتهامات، وهو ليس لأول مرة كما يقول براء شيبان لأول مرة. هناك ثلاثة مؤتمرات صحفية للجنة الشؤون الإنسانية في العاصمة صنعاء، هناك تقارير يومية للأغذية الفاسدة في خلاف مع الأمم المتحدة وهذه المنظمات، أو لم يكن هناك خلاف، هناك مكاشفة واضحة، هناك مؤتمر صحفي حضرته المنظمات، هناك وثائق. هناك لديهم إشكالية مثل ما أشار التقرير الوكالة الأمريكية أسوسيتد بريس التي تحدثت أنه لديهم إشكالية مع أيضا أشخاص في المنظمة يتهمونهم بالفساد. على سبيل المثال الإيطالي هذا هو ما تتحدث عنه، الإيطالي نيفيو زاغاريا، هذا في المنظمة ومتهم بعمل بفساد داخل المنظمة وفي منظمة. طيب إذا كان الإيطالي فاسد، إذا كان الإيطالي فاسد وسارق للمساعدات التي يفترض أن تصل للشعب اليمني، ألا يفترض باليمنيين أن تكون عندهم أدنى حدود المسؤولية في إيصال المساعدات للناس؟ إذا استشهد بتقرير أسوسيتد بريس، ماذا عن 2% التي طلبت كضرائب من قبل الحوثيين، وقال التقرير أنها ربما ستصل إلى 60 أو 80 مليون دولار إلى وكالاتهم الخاصة من خلال ما يعرف بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق أعمال الإغاثة؟ عندما تحدثوا عن هذه النقطة لم يكن لديهم أي وثيقة حقيقية، قالوا أن هناك موظفين في المنظمة تحدثوا عنها ولكنهم لا يريدون الكشف عن أسمائهم، وهنا تترك مجال كبير للتشكيك في صدقية هذه المعلومية. هذه المعلومة، الحديث عن أن هناك موظفين لا يريدون الكشف عن أسمائهم بسبب مخاوف يطرح الكثير من علامات الاستفهام. يعني الحقيقة يعني لا يمكن، أولا يعني هناك نقاط حتى جوهرية في عمل المنظمات الإنسانية، يعني على سبيل المثال يعني اليمن لا يريد أن يكون تحت رحمة المنظمات الإنسانية وتحت رحمة الأمم المتحدة على الدوام، يجب أن يكون هناك كسر الحصار، يجب أن يكون هناك عمل هذه المنظمات غير توزيع المساعدات. هناك نقطة أمنية وهي جوهرية وأريد أن أقولها هنا يا أستاذ طالب، يا أستاذ طالب الآن تقول أن اليمنيين لا يريدون أن يكونوا تحت رحمة المنظمات الدولية، قد يقول لك أحد اليمنيين الفقراء المحتاجين الآن في أي ريف في اليمن، أنا لا أريد أن أكون تحت رحمة مشرف حوثي يبتزني بالمساعدات التي تصل، وسأعد لك لنتناقش في نقاط كثيرة بهذا الخصوص. لا يوزعون مساعدات، أستاذ البراء شيبان، إذن ليس الحوثيين فقط كما يقول الأستاذ طالب الحسني هم الفسدة واللصوص، هناك مسؤولين ذكرهم تقرير أسوسيتد بريس، وعلى سبيل المثال أحدهم الإيطالي زجاريا، أنهم يتعيشون ويمارسون فساد من خلال هذه المساعدات. وأيضا ما الذي يمنع أن يكون هناك دور عملي للحوثيين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم في تسيير أمور هذه المساعدات كما يقول الأستاذ طالب الحسني؟
لأنه ببساطة ليس من مهمة السلطة، عندما تكون الأمم المتحدة متواجدة في أي دولة، السلطات المعنية هي مهمتها أنها تسهل لها المهمة، وليس أن توظف. يقول أنهم لماذا لا تكون هناك من سلطة صنعاء موظفين داخل هذه البرامج؟ هذا هو الفساد، هذا هو الفساد بعينه الذي نحن نتحدث عنه. لا، أنت سلطة، أنت عليك مسؤولية. هذه المسؤولية عندما لا تستطيع أن تفي بها بالكامل، ستحاول أن تستفيد من بعض البرامج الإغاثية التي يقدمها المانحين، ليس أن توظف الناس الذي أن تريدهم داخل هذه البرامج. هل هناك فساد مع بعض المسؤولين الأمميين؟ نعم، وهذا خطأ كبير. السؤال، لماذا صمت الحوثيون كل هذه الفترة؟ المشرفين الحوثيين هم من يتحكموا بتوزيع المساعدات، هم من يتحكموا لمن تصل هذه المساعدات ولمن لا تصل هذه المساعدات. ال2% كلنا نعرف ال2%، بل تحدث بها يحيى بدر الدين الحوثي بنفسه. انا لا اعلم، يعني الاخ العزيز طالب ونحن نحترمه لشخصه، لكن يقول ان هذه كلها فبركات اعلاميه. الكل يعلم حقيقه ما يحصل داخل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. هذا النهب الممنهج للمساعدات ودور المشرفين السيء، سلطة موازية للسلطات الرسمية. يعني أنت تخيل يا أخي العزيز، هناك ناس معينين من قبل الحوثيين، ومع ذلك مع كل شخص معين هناك مشرف ثقافي، هناك مشرف أمني، هناك مشرف مسؤول توزيع المساعدات. نهب ممنهج لم يسبق له في تاريخ الدنيا كلها مثيل. إبداع في 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 في, في طريقة سرقة المساعدات الإنسانية. يا أخي، نحن لدينا أهل داخل هذه المناطق، لن تستلم أي مساعدات إذا ليس لديك قريب يقاتل مع جماعة الحوثي، أو ليس لديك أهل مقرب من المشرفين الموالين لجماعة الحوثي. المشرف هو السلطة العليا داخل البلد. كلنا نعرف هذه الحقائق. يحيى بدر الدين الحوثي نفسه تعهد والتزم أنه سيعيد المساعدات الأغذية التي سرقها الحوثيون من مخزن منظمة الغذاء العالمي طيب محافظة أستاذ البراء، أنت تستغرب وأعلن سيعيد طيب 120 طالب. تستغرب أستاذ إذن البراء، هذه الجماعة تستغرب أن يكون هناك دور وبقى. طيب تستغرب أن يكون هناك دور للحوثيين في تسيير أمور المساعدات؟ في وفق التقرير الأسوشيتد بريس يقول في فقرة منه: استمرت وكالة الأمم المتحدة في وضع مئات من ملايين الدولارات في حسابات الحوثي لما يعرف ببناء القدرات، وهي ممارسة شائعة في البرامج الإنسانية لضمان عمل الهيئات الحكومية، وذهبت ملايين الدولارات أيضا لتغطية المرتبات ونفقات أخرى. وتم حديث أنه رئيس الهيئة ونائبه والمديرين العامين يتلقى كل واحد منهم ما مجموعه 10,000 دولار شهريا. ألا يشجع ذلك الحوثي على المزيد من التعسف في حق العمل الإنساني؟ نعم نعم، هذه هي المشكلة. الآن التقرير الأسوشيتد بريس مثل ما يدين جماعة الحوثي، هو يدين أيضا مسؤولين الأمم المتحدة الذين صمتوا وتواطؤوا مع جماعة الحوثي. هؤلاء المسؤولين الأمميين فاسدون مثلهم مثل المسؤولين الحوثيين. لا ينبغي أن تضع أموال في سيطرة السلطة التي أنت تعمل في نطاقها. جماعة الحوثيين لديهم حق في شيء واحد فقط، هو أن يطلبوا التقارير المالية والحسابات القانونية لهذه المنظمات حتى يضمنوا أن هناك إشراف ورقابة، كونهم خلينا نعتبرهم سلطة أمر واقع. يا أخي، خلينا نعتبرهم حكومة حتى. يحق لهم طلب الوثائق المالية والحسابات القانونية لهذه المنظمات حتى يضمنوا عدم التلاعب، أو مثلا أن هؤلاء الموظفين الأمميين فعلا يصرفوا المستحقات بالطريقة التي أقرتها الميزانية. ليس بأن يوظفوا من يريدون في هذه البرامج، وليس من أجل أن يقتاتوا منها بهذا الشكل. أيضا هم ليس لديهم دخل بمسألة التوزيع، ليس لحق أي سلطة أن تتدخل في عمل الهيئات الإغاثية، أو حتى خليها على أبسط مثال، حتى الجمعيات الخيرية. السلطات الرسمية لا يحق لها التدخل في مسألة التوزيع. لديها حق التدخل فقط عندما يكون هناك إثبات فساد بتقارير مالية. نعم، تتدخل وتقول: لا، نحن يجب أن طيب نقفل هذه النقطة لضيفي من بيروت أو هذه المنحة، لأننا اكتشفنا حالات فساد. أستاذ طالب الحسني،
ردا على الطرح الذي قلته أنه لماذا لا يكون هناك دور للحوثيين في توزيع هذه المساعدة الإنسانية، يقول لك الأستاذ البراء شيبان إذا كانت الحكومة الشرعية لا يحق لها التدخل في توزيع هذه المساعدات، ما بالك بسلطة هي في نظر المجتمع الدولي وهذه المنظمات أنها سلطة انقلاب على الدولة والحكومة. تشكك أيضا أنت فيما جاء في تقرير أسوشيتد بريس عندما استشهدوا ببعض الموظفين دون الكشف عن أسمائهم، تشكك أنت في هذه النقطة، لكن معروف أنه بعض الموظفين وعمال الإغاثة المحليين ربما تعرضوا للكثير والكثير من التعسفات من قبل سلطات الحوثيين في الداخل، ومنعوا ووقفوا عن العمل وأخذوا بعضهم من داخل منازلهم. نعم، الآن هناك تناقض تطرحونه والأخ البراء الشيبان يطرحه أيضا ويكرره، وهو عملية أنه اتهام بالفساد وهم ليسوا موجودين في هذه المنظمات. نقطة مهمة، يعني أنا لا أقول أنه يجب أن يشاركوا، قلت نقطة الخلاف مع الأمم المتحدة أنها لا تريد التعامل، ليس فقط الإشراف، يعني لا تريد أن يكون هناك إشراف على ما تقوم به، لا تريد أن يكون هناك رقاب على ما تقوم به من توزيع. كيف يمكن أن تعمل هذه المنظمات وليس هناك لا تنسيق؟ هناك خلل كبير جدا. هناك تم القبض على 2 من الأخوة الأردنيين يعملون لصالح المخابرات السعودية ودخلوا عبر هذه المنظمات إلى العاصمة صنعاء وتحت ستار المنظمات الإنسانية. كيف لا يريد من العاصمة صنعاء أن يكون لها يد وأن تكون لها دور إشرافي؟ وهذا ما تقوم به، حتى التقارير التي تعرضها تعرض فيه فساد قبل الوكالات التي تحدثت عن فساد المنظمات. العاصمة صنعاء كشفت عن فساد كبير جدا، عن نفقات تشغيلية فوق 70% من الأموال التي تصل من الأمم التابعة لهذه التابعة للمساعدات الإنسانية في اليمن. هناك تهميش للاجئين الذين هم من خارج اليمن، هناك الكثير من الإجراءات التي تقوم بها المنظمات وهي تعتبر عبثية، يعني هناك أرقام وملايين الدولارات مسجلة على نفقات فيها عملية ترفيه وفيها الكثير من الممارسات اللا أخلاقية التي لا يقبلها جميع اليمنيين تحت عناوين التنمية النفسية والتنمية الثقافية. ما دخل الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة بالعمل في هذا الإطار، وهذا كان مرفوض في العاصمة صنعاء، يعني القيام بجمع الشباب والشابات في أماكن واعتباره برنامجا إنسانيا، هذا كان مرفوض وهذا كان نقطة. طيب أستاذ طالب تستنكر هذه النقطة، تستنكر هذه النقطة، طيب جميل جميل، تستنكر هذه النقطة، تقول ما علاقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؟ غير أخلاقي تقوم بها. وضيفنا أيضا يجب أن نبتسم على هذا الكلام، يجب أن نتحدث عنها بصراحة وبكل وضوح، لا أن نختصر المسافات ونتهم الآخرين بالفساد. طيب، تستنكر بعض البرامج التي تقول والدورات التي ترتب لها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فيما يخص توزيع المساعدات، ماذا عن طلب بعض الحوثيين من الموظفين اليمنيين المحليين عمال الإغاثة أنهم يطلبوا منهم إذن لحضور دورات تدريبية للأمم المتحدة في الخارج، ومن ثم يعودوا بتقرير عن محتوى تلك الورش كما يطلب المسؤول الحوثيين الفصل بين النساء والرجال في البرامج التي تديرها الأمم المتحدة في بعض المناطق؟ يا أخي العزيز، هذه البرامج هي تتم عبر الأمم المتحدة وبطلب من الأمم المتحدة، وأي شخص يتعامل مع الدورات التدريبية خارج البلاد يعني لا يعتبر عنصرا استخباريا. أنا أتحدث عن أنظمة فاسدة أخلاقيا تقوم بترويجها الأمم المتحدة، وأقصد أنه كثير من المنظمات تعتبر خرقا أمنيا للعاصمة صنعاء، وهذا كان مرفوض ويجب التنسيق مع العاصمة صنعاء. اعتبروها شرعية أو لم يعتبروها شرعية، نحن نعتبرها شرعية، وعلى هذه المنظمات وهي تعمل في هذه البيئة وفي هذه المناطق أن تحترم نفسها وأن تتعامل مع سلطات
شرعية ولا ليست غابة اليمن، حتى تعمل الأمم المتحدة وهذه المنظمات كيفما تريد وكيفما أراد لها، يا أستاذ يعني تقول حتى اليمن ليست توزيع غابة، مواد الناس فاسدة. في يجب أسلم، أن ليست المواطنين غابة، لا اليمنيين في تتحدثني أسلم، عن أكلوا الحوثيين الشجر، ماتوا وكانوا من يا أخي الجوع ويأكلون يحكمون الشجر. اليمن 5 سنوات، اليمن يحكمون يا خمس أستاذ طالب، سنوات هناك مغالطات كثيرة بواقع في ماذا؟ حصار وبواقع نهب من الأمم المتحدة ومن السعودية ومن الإمارات. عليكم أن تتحدثوا عن هذه، تحدثوا عن الحصار، تحدثوا عن المجاعة، تحدثوا عن الحصار التي تقوم به السعودية وتقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم به الإمارات، تحدثوا عن النهب الذي يقوم به ما تسمي نفسها شرعية، وتحدثوا عن طيب ما النفط شكل الذي النهب؟ يذهب إلى الجنوب، جميل، تحدثوا ما عن شكل النهب الممرات الذي الإنسانية، تحدثوا عن تقوم؟ هذه الأمور. طيب كونوا طيب منصفين حتى لدرجة نتحدث الآن، حتى هناك نستطيع أن مجال نحاسب في هذه الحلقة الأنصار أن ولا في العاصمة نتحدث عن صنعاء ولا كل حسب، عندما شيء. تكونوا طيب عادلين فقط، طيب أستاذ عندما طالب، ما تكونوا شكل عادلين النهب؟ نستطيع أن نحاسب طيب الآخرين. طيب أما أستاذ أن طالب، تدافعوا عن طيب المجرم دعنا وعلى الذي نتحدث. يفرض حصارا وعلى الذي يتلاعب بملايين طيب الدولارات ما وتريد شكل الآن أن النهب أحاسب الذي الآخرين، تقوم؟ هذا كلام أنت مرفوض، قلت، وحاسب الأمم المتحدة طيب أيضا. يا أستاذ طالب اسمعني، أنت تقول أن التحالف يمارس حصار، معروف هذه النقطة، ما شكل النهب الذي تقوم به الحكومة الشرعية حتى نتناقش بهذه النقطة مع ضيفنا من جنيف؟ تفضل. كل موارد الدولة تذهب إلى جيوبها، الرواتب منقطعة بسبب أنه 90% من موارد الدولة تذهب إلى جيوبها، هناك فساد منظم، هناك أيضا حصار تشرف عليه هذه الحكومة. عندما نتحدث عن العاصمة صنعاء وعن الحكومة، نحن نتحدث عن موارد بسيطة تصل إلى يد، كيف يمكن أن نتهمها بأنها تفسد في هذه الأموال؟ ليس لديها لا مصادر، لا هناك منافذ مفتوحة ولا مطارات مفتوحة ولا موانئ مفتوحة. ميناء الحديدة هو فقط يستقبل النفط ويستقبل بعض المساعدات ويستقبل المواد الغذائية التجارية التي تصل إلى هذه الكتلة. الطرف الآخر أولا وقع أنه سينقل البنك المركزي ويوزع الرواتب، لم يفعل ذلك أبدا، حتى البنك الدولي تنصل من التزاماته. النفط، الغاز، الموانئ، نحن نعلم تماما أن هذه التي تسمونها أنتم شرعية مختطفة لا عمل لها في الفنادق، قد تتهمونها أنتم والجميع يتهمها بما في ذلك الذين يناصرها بالفساد وبالعجز، وأن السعودية هي تقوم بذلك. لا يجب أن يبقى اليمن رهن هذه الأمم المتحدة ورهن هذه المنظمات وهذه البرامج التي طيب تفسد. يا أستاذ طالب لا سأعدك، يا سيدي العزيز، ليست هناك أموال بالغة نقول أن الحوثيين طيب هذه الشرعية المختطفة يا أستاذ طالب الحسني ضيفي من بيروت، عليها. هذه الشرعية الفاسدة كما تقول والمختطفة، وأن أن لديها الكثير من الموارد، على الأقل هي تدفع للناس مرتباتهم عبر الكريمي وإن كانت متأخرة. لا تدفع الحوثيين مرتبات ربما لأحد، أين تدفع نص راتب كل شهرين؟ لمن طيب تدفع سأعد لك مرتبات؟ لمن نتناقش عن ملفات لمن تدفع كثيرة. مرتبات؟ طيب أستاذ البراء شيبان، الحكومة والتحالف أيضا لهم دور وهم جزء من هذه حلقات الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليمن، وربما ضيفي من بيروت استشهد بكثير من النقاط، وآخرين يقولون لماذا التركيز فقط على ميليشيا الحوثي فيما يتعلق بالفساد وعرقلة العمل الإنساني والإغاثي؟ ألم يسبق مثلا أن ضاعت مئات الآلاف من السلال الغذائية ضمن حلقة فساد كبيرة داخل كواليس الحكومة المقيمة خارج البلاد؟ طيب خلينا واحدة واحدة نعمل نرد وبشكل سريع. الأخ طالب يتحدث حول موضوع أنهم ألقوا القبض على 2 أردنيين وكان هؤلاء يتجسسوا لصالح ولا العدوان. أنا أتحدى الحوثيين، أنا أتحدى من هنا من على شاشة بلقيس، أتحدى الحوثيين أنهم يضعوا هؤلاء يمثلوا أمام النيابة والقضاء. أين هم هؤلاء الأردنيين؟ أينهم؟ لماذا لم يضعوهم بشكل قانوني أمام السلطات المختصة؟ أمام السلطات المختصة لا يوجد. هذه جماعة تنهب المساعدات، وعندما يتم فضحها أمرها تذهب باتهام الناس أنهم مع العدوان وأنهم جواسيس وكل هذا الكلام. يا أخي حتى أصحاب الكافيهات لم يتركوا لهم حالهم واتهموهم أنهم جواسيس وأنهم مع العدوان وأنهم يحاولوا أن حسب زعمهم أن يخلوا بالحالة الأخلاقية داخل 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 المجتمع، متناسين أن الإفقار الممنهج الذي عملوه على الشعب اليمني هو أكبر ما يدمر الأخلاق.
يتحدث ايضا كذلك عن موضوع الموارد. الموارد ليس نحن لا نعلم ما الذي يحصل داخل البلد. هؤلاء الآن وضعوا ضرائب على كل شيء، حتى أصحاب المحلات الصغيرة يأخذوا منهم مجهود حربي. عندما يكون هناك فعالية صغيرة ينهبوا كل شيء. هؤلاء لو استطاعوا أن 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 يعني يأخذوا من 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 أموال، حتى يا أخي حتى الأطفال في المدارس، أطفال في المدارس يأخذوا منهم ما يسمى بمشاركة المجاهدين في المجهود الحربي. هل رأيت أفظع ممارسة من هذه من 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 هذه الجماعة؟ هل هناك فساد داخل الحكومة الشرعية؟ نعم، خلينا نعمل حلقة، أنا مستعد أن أكون في حلقة ونتحدث حول هذا الموضوع وتكون هناك معالجة. طيب، ولكن هو أشار إلى نقطة الموارد يقصد بها الحكومة الشرعية، يقول أنها مسيطرة اليوم على الكثير من المنافذ والموارد لكنها داخل حلقة فساد كبيرة ربما الحكومة ومسؤوليها أيضا والتحالف. نعم، يفرض خلينا حصار. خلينا نتحدث بالمنطقية يا أخي، على الأقل أنها تدفع المرتبات في المناطق، خلينا يا أخي تدفع المرتبات في المناطق التي تسيطر عليها. ما الذي فعلته جماعة الحوثي؟ منعت الأموال من أنها يتم تداولها داخل المحافظات. يعني حتى المواطن البسيط الذي يستلم مرتبة من محافظة عدن تمنعه جماعة الحوثي حتى من استلامها، بل أنها عملت تعميم لمنع التداول، وكلنا شاهدنا ذلك. حرب ممنهجة على الإغاثات، على المساعدات، على حياة المواطن البسيط، ويتحدث يستغرب لماذا الناس مستنكرين، ولماذا يتحدثوا أو يركزوا بشكل كبير على جماعة الحوثيين. يا أخي اجتماعات والورش التي تقوم بها الأمم المتحدة ممنوع الآن من ممارستها إلا عندما يأخذوا موافقة من هيئة التنسيق هذه التي أنشأتها جماعة الحوثي. يا أخي أنا قلت خلينا نعتبرها حكومة رسمية، خلينا نعتبر ما أنشأتها جماعة الحوثي حكومة. يا أخي تصرفوا كحكومة، تصرفوا كدولة، ليس بعقلية مافيا وميليشيات. ماذا تفعلوا أنتم بالمواطن اليمني؟ نهب، سرقة، أكل لحتى لأبسط مقومات الحياة، وفي الأخير مخازن غذاء يتم نهبها ويستغرب لماذا نستنكر. بالتأكيد سوف نستنكر. من يريد يتحدث عن فساد الحكومة الشرعية فلنعمل هناك حلقة وحلقتين وثلاث، ومستعدين أن نعرضها، ولكن بأرقام وبوثائق. ونحن عندما نتحدث طيب عن جماعة قبل أن نخصص حلقة عن فساد الحكومة الشرعية، برأيك وأنت ناشط حقوقي متابع ومهتم بهذا الملف، إلى أي حد هناك فساد داخل الحكومة الشرعية وقصور ربما في موضوع الملف الإنساني؟ أنا أعتبر أن هناك قصور واضح، يعني لا أحد يستطيع أن يتحدث أنه ليس هناك قصور. بالتأكيد هناك مشاكل كبيرة، وبالتالي لذلك نحن في 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 هذا الوضع أو الحالة التي نعيش فيها. هناك تردي في الخدمات، أعتقد هذا مسألة واضحة، لا يستطيع أحد إنكارها. ولكن أنا لا أستطيع أن أبرر ما تقوم به جماعة الحوثي كون أن هناك ممارسات سيئة في المناطق. يعني لا يستطيع أن أمارك الكارثة التي تقوم بها جماعة الحوثي أن هناك فلان فاسد أو بعض الممارسات أو تردي الخدمات في بعض المناطق. ما تقوم به الجماعة الحوثي تدمير ممنهج لكل مؤسسات الدولة. يعني أنا أريد أن أوضح، المشرفين الحوثيين هؤلاء هم السلطة الأعلى داخل صنعاء، لا توجد، هو يريد يسميها حكومة، لا توجد سلطة لهذه الحكومة. هذا كلام فارغ الذي يحصل داخل صنعاء. وأنا من هنا مرة ثانية أنا أتحداه وأتحدى جماعة الحوثي أنها تسلم هؤلاء الذي قالوا أنهم قبضوا عليهم مع برامج الأمم المتحدة إلى النيابة وتحاكمهم محاكمة وفق القانون اليمني. وربما سيرد عليك الآن أستاذ طالب الحسني، على الأقل يقول لك الحكومة الشرعية على الأقل تدفع رواتب الناس وإن كانت متأخرة، والحوثيين يمارسون حرب ممنهجة ولا يجعلون الناس يستلمون هذه المرتبات ويخصصون ربما قنوات معينة للتعامل. مثلا منظمة بنيان التي ذكرت في التقرير، ما هي قصة هذه المنظمة؟ لماذا الإصرار فقط على هذه المنظمة؟ يقال وفق التقرير أستاذ بريس أنها تتبع شقيق زعيم الحوثيين إبراهيم الحوثي وعضو مجلس إدارة، وهناك قيادة حوثي أيضا داخل هذه المنظمة.
نعم، أولا دعني أرد بشكل مختصر. يعني بصراحة هو يطرح طرح نتمنى أن يكون فقط منصف. يعني الاتهامات التي يسردها ضد أنصار الله في العاصمة صنعاء نحن سمعناها منذ 2014 وتكررت وبحثنا فيها وتحققنا فيها، مجرد اتهامات دائما. وموضوع دور المشرفين ودور المشرفين والحكومة هذه لا تعمل، ويقول لك نحن يلا دعنا نتحدث أن هناك حكومة في العاصمة الصناعية يجب أن تقوم دورها، يتقوم دورها. واللجنة هذه الموجودة التي كانت تشرف على دور المنظمات الإنسانية لم تصطدم بالأمم المتحدة وبهذه المنظمات إلا لأنها تؤدي دورا وطنيا حقيقيا، لا تترك للفساد ولا تترك لهذه المنظمة أن تنهب باسم اليمنيين وتطلب مساعدات من جميع دول العالم باسم اليمنيين، وتأتي 80% نفقات تشغيلية طيب وتوزع للناس فتاة. طيب هذه المنظمات والأدوات التي بيد السلطة الحوثية. طيب اسمح لي، موضوع الموضوع لا نقطة مهمة، النقطة مهمة لا نتجاوزها. اسمح لي طالب، اسمح لي أرجوك، اسمح لي. هو تقول أن هذه المؤسسة تقوم بدور وطني فيما يخص العمل الإنساني، يقول لك الأستاذ البراء شيبان لماذا فقط تتحدث هذه المنظمات والأدوات التابعة لسلطة الحوثيين عن فساد الأمم المتحدة فقط كرد فعل؟ لماذا تتحدث فقط كرد فعل عندما يتهمها المجتمع الدولي بعرقلة العمل الإنساني؟ لماذا لا تكاشف الناس دائما؟ لا تكرر ما قاله. وأنا أعرف ما قاله البراء شيبان وصفقت له، أنه يقول لي أنا قلت له هناك 3 مؤتمرات صحفية قبل أن نختلف مع الأمم المتحدة، وهناك تقارير وقناة المسيرة كل يوم معها 1000 تقرير ضد المنظمات الإنسانية، 1000 تقرير ضد المنظمات الإنسانية، حتى أنها فعلت أزمة مع منظمة الغذاء اليمني بسبب أنها تنتقد ما تقوم به منظمة الفساد. هناك وقفات احتجاجية بسبب فساد هذه المنظمات، بسبب الغذاء الفاسد. لا تقول لي ما قاله البراء شيبان عندك أو ما قاله البراء، ليس كلامه قرآن. هو يقول ما يقال في تويتر، ما يقال في فيسبوك، هو يقول اتهامات ليس حقائق. قلت لك هناك 3 مؤتمرات صحفية لكشف فساد هذه المنظمات، لكشف نهب هذه المنظمات، لكشف فساد هذه المنظمات الأخلاقي. دعنا نحن نقول وضع إنساني نتعاطى معه بإنسانية ويساعد الناس، لكن الحقيقة أسوأ، لا يجب أن يسكت عليها. لا تتحدث فقط عن فساد، ما تقوم به هذه المنظمات هو فساد مدمر. أنت تتحدث يقول لك هؤلاء مشرفين، هذه موضة 2014 وموضة 2015 سقطت حتى من وعي الناس، سقطت. المشرفين الذين تتحدثون عنهم سقطوا، ليس هناك مشرفين، هناك طيب دولة تتعاطف. طيب طالب والخلاف ساعدك وأختم معك هذه الحلقة بسبب صلابة تبقى لدينا 3 دقائق بالضبط. ساعدك وأختم معك بسؤال أخير، اسمح لي أستاذ طالب أرجوك. طيب نقطة ساعد لك وأختم معك بآخر دقيقة. طيب ساعد لك أن نكرر الحديث. ساعد لك أستاذ طالب الحسني من أن المنظمات طيب ساعد لك أستاذ طالب الحسني وأختم معك أستاذ البراء شيبان، كيف يمكن للعمل الإنساني في اليمن أن يكون مستقل والمنظمات ما زالت تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، والحكومة أصلا تقيم في الخارج ولم توفر أي بيئة مناسبة في المناطق الخاضعة لحكمها للعمل للمنظمات أن تعمل داخلها؟ هل ربما يمكن أن تكون هناك آلية معينة لتحقيق ذلك؟ لأن المنظمات منذ فترة التزمت في أكثر من مناسبة، كانت كلما ترفع صوتها يتم الوصول إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثي، ثم تذهب إلى المانحين وتقول لهم نحن وصلنا الآن إلى آلية مشتركة، هناك آلية اتفاق جديدة وقعناها مع جماعة الحوثي، وهناك التزام جديد، ونحن تحدثنا مع المسؤولين داخل جماعة الحوثي ووصلنا إلى هذا الشكل من الاتفاق. يا أخي، أو هو يحاول أنه يشكك. يعني كل التقارير تكذب، التقارير المتحدة تكذب، تقارير وكالة الأسوشيتد بريس تكذب، المنظمات الحقوقية تكذب، فقط هذه اللجنة التي شكلها الحوثيين في صنعاء هي الوحيدة الصادقة. كل الناس يكذبوا ما عدا جماعه الحوثي واللجان التي شكلوها. الواقع لا يكذب، هذه جماعه تنهب، عندما تنهب مخزن غذاء هذا هو الواقع. الواقع عمره لم أشكرك لا يستطيعوا ان يغطوا هذه الحقيقه. المانحين الان، انا قلت لك بشكل بكلمه اخيره، المانحين، انا كنت في اجتماع المانحين يتحدثوا للامم المتحده بشكل واضح
أنكم أخليتم بالتزاماتكم، وجماعة الحوثي مثلما توقعنا أخلت بكل التزاماتها، ولذلك هناك مراجعة لهذه المنح. وننتظر ردود الفعل التي يمكن أن تكون تالية لتبعات هذا الموضوع. أستاذ طالب الحسني، كما وعدتك سأختم معك هذه الحلقة، بعد كل هذه الضغوطات والتصريحات والاتهامات، هل يمكن أو هل نتوقع استجابة من الحوثيين لمطالب المنظمات الأممية بأن يكون العمل الإنساني في اليمن أكثر استقلالاً؟ يا سيدي، لاحظ أنه الأمم المتحدة لن تبتز اليمنيين ب2% من المساعدات و80% نفقات تشغيلية ونهب لا طائل له ولا حدود له. العمل مع المنظمات الإنسانية التي تريد أن تعمل هو من أجل اليمنيين، وصبرا على أن يكتمل هذا الحصار وأن يتم كسر هذا الحصار. واليمن يجب أن يعمل على كسر الحصار، ويجب علينا كأخوة جميعا، وأنا أطلب من البراء شيبان أن يدين الحصار ولو لمرة واحدة، ويدين ما تقوم به السعودية ولو لمرة واحدة. أما هذه المنظمات، شوف منظمة اليونيسف عندما تحدثت عن الأطفال، طيب دعنا في نقطة المطالبة بأن العمل الإنساني يكون أكثر استقلالا، هل نتوقع استجابة فيما يخص هذا المطلب؟ هل يمكن أن تتوفر بيئة أكثر استقلالية فيما يخص توزيع المساعدات الإنسانية من قبل السلطات الموجودة في مناطق الحوثيين؟ هي تساعد بكل ما تستطيع، ولكنها لا تستطيع أن تترك لهذه المنظمات أن تنهب وتفسد أخلاقيا وأمنيا كما تريد، هذا واضح تماما. واللجنة التي تم تشكيلها هي لجنة رقابية إشرافية، لا تنفذ، والمنظمة هي التي تنفذ. لكن أن يكون هناك خداع، كذب، تزوير، غش، نصب على الناس وجلب مساعدات باسم اليمن ويأكلونها مساعدات تشغيلية، كلام. أنا أشكرك جزيلا ضيفي من بيروت الأستاذ طالب الحسني، الزميل الصحفي، كنت معنا من هناك. أشكرك جزيلا، وأشكرك لسعة صدرك ربما لمقاطعتي لك كثيرا، وأيضا لضيفي من جنيف الناشط الحقوقي البراء شيبان، مضطر لختام هذه الحلقة من فضاء حر. نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة، في أمان الله.